المجموعة كلها بتحب بعضيها، وده من نجاح أي عرض مسرحي، لأن المسرح بالذات كواليس، طول ما كواليس المسرح كويسة طول ما العرض بيبقى كويس، لأن الحاجة الوحيدة الجمهور مش عبيط، الجمهور ذكي جدا. لو أنت متخانق مع زميلك على المسرح بره المسرح بيبان على المسرح أنت مش حابه، من أنت مش حاسس بيه يعني بتاع، لأن هي حاجة فيها تجانس فيها هارموني. الفنان حسين العربي طبعا مبروك زوال نجاح الموسم الجديد بعد نجاح طبعا موسم الألواني، فكلمنا عن مسرحية ترشيحك ليها جه ازاي؟ الله يبارك فيك. وترشيحي في زوال نجاح جه عن طريق الدكتور عادل عبده. الدكتور عادل اتصل قال لي انا عايزك معايا في المسرحية، فجيت الحمد لله خدت الدور. طبعا زوال المداء رواية صعبة مش سهلة، يعني مش من السهل انت تعمل مسرح، فطبعا بالتالي طبعا بقينا نعمل حاجات فيها، وهو كان بصراحة عامل حاجة غير عادية، هو قالب الحكاية لاستعراض واستعراضات، فكان عشان توصل لل يعني في مشهد درامي مثلا او مشهدين دراميين واصلين عن طريق الاستعراض، فده الجديد في زوال مداء. زوال مداء طبعا رؤيه محمد الصواف واشعار محمد الصواف واخراج الدكتور عادل عبده، جميع الفنانين اللي فيها اللي كانوا قبل كده واللي موجودين حاليا، لان في حصل تغيير في الفنانين والفنانات اللي موجودين، عاملين بصمه جميله جدا، عاملين روح حلوه قوي. المجموعه كلها بتحب بعضيها، وده من نجاح اي عرض مسرحي، لان المسرح بالذات كواليس، طول ما كواليس المسرح كويسه طول ما العرض بيبقى كويس، لان الحاجه الوحيده الجمهور مش عبيط، الجمهور ذكي جدا. لو انت متخانق مع زميلك على المسرح بره المسرح بيبان على المسرح انت مش حابه، من انت مش حاسس بيه يعني بتاع، لان هي حاجه فيها تجانس فيها هارموني. انا اشتغلت مسرح قطاع خاص كتير، واشتغلت مسرح قطاع عام، وده يمكن الواحد يتعلم من حاجات كتيره جدا، انت مهما خلافاتك في اي حاجه اتركها بره وخليها على المسرح عجل. الحمد لله احنا ما عندناش اي خلافات، الحمد لله الله لا حسد، يعني ان احنا دايما في حب متواصل، ده بيساعد ده بيساعد ده، ودي الحكايه ببساطه، ودي الروح اللي بتبقى راجعه للليدر، الليدر اللي هو الدكتور عادل عبده. طول ما في ليدر موجود كويس بيحب الناس اكيد العمل هيبقى ناجح. الحمد لله العمل ناجح، وعرضنا في اسكندريه شهر تقريبا، كان العرض هايل جدا، وجمهور اسكندريه جمهور ذواق وفنان، في حاجات حلوه جدا. انا بتمنى طبعا، ودي بقولها بناشد بيها السيده وزيره الثقافه الدكتوره انيسه دايم، بقول لها العرض ده لازم يلف المحافظات، لازم يروح الاقصر، يروح اسوان، يروح سوهاج، يروح اسيوط، لان فعلا اهل الصعيد مشتاقين جدا للعروض المسرحية. الكاتب العالمي نجيب محفوظ له عدة مسرح، عدة روايات وليها بصمات كتيرة جدا، وأنا بقولها من هنا برضو إن إحنا في المسرح بتاع البالون ده اللي عمل سيرة الحب، واللي عمل ألمز عبد الحمولي، واللي عمل سيد درويش، واللي عمل دلوقتي زوال مداء، أكيد هيعمل الثلاثية قصر الشوق بين القصرين، الحاجات دي كلها إن شاء الله بإذن الله. دورك في المسرحية الثانية كلمني برضو أكتر عن دورك. أنا دوري دكتور بوشي، دكتور أسنان، هو مش دكتور، هو شبه دكتور، هو بيسرق قطقم السنان اللي هي بتاعت الميتين ويبيعها لحد ما يتقبض عليه، دي الحدوته طبعا، وهو ليه شويه حاجات كده بيعملها يعني، ومتصدر بقى طبعا في كل حاجه، هو رايح جاي معاهم يعني. تغيير برضو عدد الابطال ده يعني كلمني برضو عن شويه اثر المسرحيه ولا لا يعني؟ شوف حضرتك اللي اقول لك حاجه، طبعا الابطال اللي موجودين في العرض كلهم ما فيش دور في قلب العرض مهما كان قيمته قد كده اللي غير ما ليه تاثير، دي مثل المسرح، عكس انت ممكن تشوف فيلم يعني مشهد ولا حاجه ولا بتاع، يعني انت هل تنسى الاستاذ الكبير الفنان القدير حسين رياض؟ استحاله، يعني دوره كان قد كده، بس هو حتى في الاخر بينهي بيقول ذا اند، واند النهايه، والنهايه بالانجليزي يعني اند، فاي ان دي، ففي حاجات كتير انا لحد النهارده مش ناسيها اتفرجت عليها، دور عباس، دور فرج، دور حميده، دور ام حميده الفنانه العظيمه الى راتب، الحاجات دي كلها، والفنانه القديره جدا شاديه، وصلاح ابيل، يعني ادوار كبيره جدا، معانا بهاء ثروت، ومعانا دنيا، ومعانا الجميله بوسين رشوان، ومعانا مراد فكري، ومعانا كريم الحسيني، معانا مش عايز انسى يعني حد يعني، ومعانا بهاء ثروت يعني، ومجدي فكري بس طبعا الجديد، هم طبعا الجداد النهارده بقى مجدي فكري، سيد جبر، بوسين رشوان، شمس،
طبعا نجوم ليهم بصمات وليهم حاجات ومحترفين جدا. وعلى فكرة بوسينة رشوان ومجد فكري وشمس وسيد جبر جايين فترة بسيطة جدا، احنا قعدنا 4 شهور نعمل بروفات، لا هم جايين في 3-4 أيام، فجايين بيشيلوا الليلة، فكان الله في عونهم وإن شاء الله. أنا يعني واثق ما شاء الله مجد، بقول لك من اول يوم عملوا فيه بروفات لقطوا الشخصيه وبداوا يشتغلوا على هذا الاساس. شكرا بيكم وشكرا لينا عشان بحب اسم ليلينا قوي. شكرا.